معاكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. خلص العيد وخلصت الامتحانات وداخلين على اجازه الصيف. حقيقه في رايين فيما يتعلق بالاجازه. راي بيقول مفيش داعي للترتيب، هخلي ولادي يعملوا اللي هم نفسهم فيه بقى اجازه، يعني طول الوقت كان مذاكره وامتحانات فسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. الراي التاني شايف انه لا، ما ينفعش، لازم ترتيب ولازم جدول للاجازه. مش معنى انها اجازه انها تبقى عشوائيه. لازم ولادي يتعلموا ان حتى ايام الاجازه لازم نقضيها في حاجات مفيده. بين الرايين في كلام كتير جدا هنناقشهم في الفقره دي، واللي مشرفنا فيها الدكتوره الجميله سهام حسن، اخصائي نفسي وتعديل سلوك. ونبدا الكلام. اهلا بيك يا دكتور سهام، منورانا. والولاد بقى هيقول انت هتاخدوا مننا الاجازه وتاخدوا مننا العيديه، هل احنا نسيبهم كده بلا نظام وخلاص بقى كله يفك، ولا يبقى في نظام في استخدام الوقت في طول الاجازه؟ وكمان عيديه العيد هل ممكن نستثمرها ولا لا؟ اكيد طبعا ناخدها احنا لازم. بصي يعني على العيديه أيوة. اهالينا في امهات بتعمل كده، هل ده صح نفسيا؟ اللي هو اه يا حاتي حبيبه شيلها لك، شيلها لك معروفه كلنا طالبين هاتي شيلها لك. بصي مبدئيا كده احنا عايزين نفتكر بس ان احنا ما خلصناش الامتحانات كلها، يعني عشان النهارده حبايبي الثانويه العامه اول يوم ليهم. ربنا معاهم يا رب ان شاء الله الله ويجعل كده الامتحانات لطيفه ولذيذه. خلينا بقى نرجع لموضوعنا الاساسي، انا مع انهي نظريتين، انهي اتجاهين؟ خليني اقول ان انا مع الاتجاه الاول اللي هو بتاع ان احنا نرتب ونحط جدول ويبقى في خطه لكل حاجه احنا عايزين نبدا بيها الاجازه. ليه بقى؟ لسبب بسيط جدا، اي عاده الانسان او الطفل بيبدا يكتسبها بتاخد لها دوره 21 يوم. يعني انا عشان ابدا نشاط جديد او ان انا اتوقف عن عاده معينه انا محتاجه التزم 21 يوم. فانا خلال ال 21 يوم دول انا لو عودت ابني على اللا شيء او اللا نظام انا هبقى يعني للاسف بتكبد عناء اول الدراسه. اللي هو المدرسين بيشتكوا ان العيال جايه نايمه على نفسها قبل الدراسه. اه بالظبط. طيب عندك يعني خلاص بسم الله هنبدا الدراسه، بتلاقي العيال جايه نايمه على نفسها عايزين يقضوا قلبين الليل نهار وسهرانين في الساحل، عايزين يقضوا اوقات كتير على التليفونات او قدام التلفزيون. فليه؟ لان هو اتعود طول ثلاث شهور الصيف على هذا المنوال. فانا بالتالي انا مع ترتيب الحياه جوه الانشطه الصيفيه اللي يقدر ابني يستفيد منها، وفي نفس الوقت اللي انا كنت حاطه له خطه ان انا استغل فيه مهارات ابني واطورها من الحاجات اللي انا لاحظتها في وقت الدراسه هي دي اللي اشتغل عليها. أيوة. بمعنى يعني انا محتاجه ان انا اقسم مثلا وليكن انشطه حركيه اللي هي الرياضه، تمام، انشطه معرفيه او مهاريه اللي هي الحاجات اللي انا محتاجه انمي فيها مهارات ابني زي التركيز والانتباه والذاكره، مهارات اكاديميه الحاجات اللي هي واقعه منه مثلا وليكن لغه عايز ادربه او اخليه ياخد كورس مثلا فيه لغه، اخليه يدخل مثلا حاجه زي كده، ووقت بسيط جدا للعب الحر. اوكي اللعب اللي هو العشوائي اللي احنا بنقول عليه، اللي هو جوه البيت مثلا بيعمل بيرسم بيلون بيرتب مثلا حاجته بيرصص العربيات ويلعب بيها، لعب حر لانه برضو الطفل بيستفيد منه ان هو ايه، عارفه انت المساحه اللي بشم فيها نفسي مش محطوط لها خطه. طب احنا عايزين حر نكمل كمان نقول لجمهورنا ان احنا لايف على الصفحه، واللي عنده سؤال لدكتور سهام يخص الاجازه وان ازاي نستفيد بالاجازه او عيديه العيد نستثمرها ازاي هنشوف. وموضوع ثاني اي موضوع ثاني يخص ولادكم طبعا احنا في انتظار اسئله حضراتكم على صفحتنا. طيب دكتوره سهام عايزه اسالك حاجه، ايه حضرتك قلتي دلوقتي المشكله؟ قلتي حاجه واحده ان هم لما بيجوا يرجعوا تاني لو الاجازه عشوائيه ما فيهاش ترتيبات بتاثر عليهم جدا وقت الدراسه. ايه تاني عشان الاهالي يبقوا عارفين؟ يعني ايه اضرار تاني؟ الاضرار عندك مثلا لو انا سبت اولادي من غير ما احط احكام للسوشيال ميديا او للشاشات فانا خلاص انا رحت ورا الشمس. بمعنى انا لسه قايله لك ان اي عاده. طب من سن كام لكام؟ انا هديكي دلوقتي، ده انا هديكي كل سن والوقت المناسب ليه سواء في الدراسه او حتى في الاجازه. بس خلينا ندي هنت بسيط ان انا لسه قايله ان اي عاده بيبدا الانسان يكتسبها هي بتاخد 21 يوم. فما بالك ثلاث شهور، يعني بتتكلمي في 90 يوم ابني قاعد مستمر قدام سواء شاشه الموبايل او شاشه التلفزيون بدون توقف، بلاي ستيشن او لعب كده بالظبط بدون توقف. فانا بسم الله كده بضرب له الانتباه والتركيز والذاكره في مقتل. باجي ابدا مثلا لو الام جايه تقولي ايه عايزه اراجع معاه، والله اخر مثلا 8 او اول سبتمبر عايزه اراجع معاه اللي فات، مفيش ما عندوش خلق. نيجي نبدا الدراسه حدث ورا حرج، المدرسين بيشتكوا ان الولد انتباهه وتركيزه متدمر، مش فاكر اي حاجه من اللي فاتت، الولد عمال يرغي ويتكلم كتير وعنده حجج مستمره انه عايز يطلع بره الكلاس ويضيع الحصه. ايه يا جماعه اللي حصل؟
ما انت بتتكلمي بقى في ايه اضطرابات الانتباه اللي هي الاي دي دي. طب مش ممكن يقولوا لك مثلا ال 21 يوم دول لما هيخلص الاجازه هيعمل ال 21 يوم بتوع المدرسه وخلاص هيتعود بقى فعادي؟ احنا هنا كسرنا ال 21 يوم، احنا بنتكلم في 90 يوم قاعد قدام الشاشات وشهر دمروا الانتباه. لا انا قصدي ان لو مثلا سبناهم وقلنا لهم الاجازه براحتكم، ان في ناس كثيره بتعمل كده، انا مش معاها أوكي. بس انا بقول لك ان في ناس تعمل كده وتقول لك لو مثلا حضرتك بتقولي تأوحك بقى في ده او تقول لك لا، طب ما هو لما هيروح المدرسه بعد 21 يوم هيتعود على وقت المدرسه وان هو يلتزم بالمدرسه. بصي انا عايز اقول لك ان انا بحب قوي ارد على الناس اللي بتقاوح بسؤال بسيط. انت عندك وقت، انت عندك وقت ان انت تلحقي تلمي بعد ال 21 يوم. انت عندك منهج بيجري اوكي. لا وليه اعمل اضطراب جامد كده؟ لو انت عندك وقت، ما انا هنا بحطها قدام نفسها. فكره المواجهه في الشيء بتخليكي تقفي كده اللي هو ستوب، انت بتراجعي نفسك. صح. انا عندي وقت 21 يوم، انت بتتكلمي في شهر الا كام يوم؟ يعني هو ضايع من عمر المنهج اللي الولد بيجتازه، فعلى اذا ميله يسبقه هو كام شهر لسه. خلاص بيجري اوام ما بيلحقوش بالظبط، يعني الترم الاولاني شهرين ونص تقريبا بالظبط اوكي، واجازه يعني نص السنه والكلام ده صحيح. فانا ليه اعطل عن ابني واجي عيني بقى ايه اضغطه في وقت الامتحان بتاعت نص السنه؟ يلا عشان انت ما لحقتش تحصل كويس، يلا عشان انت بادئ اصلا متاخر. وابدا اضغط على المدرسين واضغط على ابني. طب ليه؟ طب انا في الاسئله ابتدت تجي لك طبعا. يعني دكتور سهام، ياسمين بتقول ابني رايح ثالثه ثانوي، ازاي ااهله نفسيا لسنه فاصله في حياته؟ يعني برضو الولاد بيبقى عندهم مقاومه شويه، انت تخلونا نذاكر في الاجازه كمان يعني بيبقى. بصي هو بعيدا عن المذاكره في الاجازه، بعبع الثانويه العامه انا نفسي الشيء ده ينكسر ويعني المعتقد ده يزول بجد، لان عاملين نربي في اجيال يا عيني طالعه من الفجوه الزمنيه دي عندها ضغط نفسي لمواجهه اللي جاي. سواء دراسه الجامعه تعمل ايه بقى ياسمين في ابنها اللي احنا محتاجين ان احنا نهيئه نفسيا. بسم الله حبيبي، هي سنه مصيريه في الحاجات اللي انت حاطط ليها اهداف. انت عندك كذا خطه، خطه الف، خطه ب، خطه ج. لو ما جاتش الف تيجي ب، تيجي ج. الحياه بسيطه وسهله. الدراسه اللي انت هتاخدها خلال السنه هي اللي هتخش تمتحن فيها. نبتدي من امتى في الاجازه؟ نبتدي من امتى المذاكره والكلام ده كله؟ ممكن شهر 8 اسيب له شهرين ياخد فيهم نفسه أوكي. اوكي، بس الفكره كلها ان انا هيئ له الثانويه العامه. الفكره، المعتقد نفسه ان هي مرحله بتوصلك لهدفك اللي انت حاطه، عايز تخش كليه معينه، عايز لما تتخرج تدرس مثلا حاجه معينه. دي المحطه الانتقاليه. يبقى في حوار بيحصل بقى بيننا وبينهم عشان ما تضغطش عليه. ودي سنه بقى نجاح يسقوط، وشوف بقى انت هتعمل ايه، ما تضيعش مجهودنا وفلوسنا ولا لا 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 لا. برافو عليك، لان الامهات بتبقى متوتره جامد جدا. بعيدا عن توتر الامهات، انا بنقله لابني وبيفضل والله عايش بيه لوقتنا هذا. يعني ناس عندها 40 و50 سنه، ما هي دي الامهات والاباء اللي هم ورثوا الخوف من المرحلة دي لولادهم. صحيح. طيب في كمان ياسمين من على الصفحة بتقول ازاي انظم وقت لبنتي عمرها 5 سنوات ما بين تمرين وفسح وخروجات ودراسة وانا عندي طفلة كمان اصغر. اوكي طيب خلينا الاول نجاوب على سؤال انت قلتيه عشان ما يقعش مننا. وبعد كده نرد على مدام ياسمين. الاعمار بقى. الاعمار بالظبط. ما هي الاعمار هتبقى جزء من اجابة مدام ياسمين. اولا انا محكمة بوقت قدام الشاشات الالكترونية، بمعنى ان عندك الجامعات الامريكية والاوروبية حددت وقت بعد دراسات كتيرة جدا قالت ان الطفل تحت ال3 سنين ممنوع تعرضه لاي شاشة الكترونية. فوق ال3 سنين لحد سن ال8 سنين مسموح له بساعة واحدة بس على اي جهاز الكتروني شامل. يعني محدش يقولي ساعة تلفزيون وساعة موبايل، لا هي ساعة واحدة بس متقسمة. من ال8 سنين فما فوق لحد سننا احنا ده لينا ساعتين وبرضه مقسمين. طب يا سهام الكلام اللي انت بتقولي ده من الخيال، ده احنا في الاجازه، طب هيعملوا ايه؟ يبقى انا بتحايل على الموقف من 3 سنين 8 سنين في الاجازه ليهم ساعتين اوكي. وفوق ال8 سنين ليه 3 ساعات او ساعتين ونص. ايوه. بشرط ان هم يكونوا مقسمين، يعني نص ساعه تقعد على الموبايل، يلا ها ورانا ايه، تعالى يلا ساعدني عشان احنا هنعمل الغدا. يبقى في نشاط انا بفصله، العقل ياخد فيه بريك، لان هو ده الشرط. لان بيحصل قدام الشاشه. بنعمل ايه في الكبار بقى؟ يعني حضرتك بتقولي ايه من اول 8 سنين صح لما فوق سننا لحد ال 20 سنه لا لحد الكبر. تفصليه، هي بتقول تفصليه شويه ياخد بريك. لا هي بتتكلم على السن دلوقتي. فوق ال8 زينا. ايوه مشكله نسويه مالهاش علاقه بالطفوله دي يا شباب. يا جماعه يعني حسستني. ايوه احنا اصحاب ال20 حاجه مش مظبوطه يعني. ايوه لا احنا اصحاب ال20 اوكي احنا اصحاب ال20. لا قصدي بقى
الكبار اللي هم التينيجرز او المراهقين، صحيح، دول ولما بالذات بقى بيبقى ولد وصعب وعنيد، ده ازاي اشيله يعني من الحاجات دي؟ بصي يعني هو ماسك اصلا التليفون في ايده 24 ساعه، تليفون او بلاي ستيشن ساعتين ونص، مين حضرتك ده؟ خليني اقول لك على حاجه، هو صاحي وانا من انصارها جدا. عايزه تستغلي طاقه المراهقين اللي انت بتتكلمي عليهم اللي هم 18 بيلعبوا ولا 15 رياضة. لا بعيده عن الرياضه خالص، انا جايلك من مكانه بعد، منتظمين في الرياضه جدا، والله جايلك من مكانه بعد، هتتفاجئي. انا مبسوطه قوي على فكره بالحوار. خليهم يشتغلوا فتره الصيف، وقفي مصروف. طب وفتره فتره الشتاء؟ هسمعك وانا هسكت والله. شتاء دراما، شتاء وصيف. وقفي مصروف. لا لا لا، هقول لك على حاجه، ما احنا لما بنيجي نسحب الاجهزه الالكترونيه، لا انا عاجبني الكلام وقفي المصروف ده، اتفضلي. لما بنيجي نسحب الاجهزه الالكترونيه شرط اساسي تحطي اي نشاط، ونشاط ياخد من وقت الطفل ويخليه مركز او المراهق. اوكي، احنا مرحله المراهقه عايزين نعلمه ان هو يتولى مسؤوليه نفسه. فوالله جالي ام بتقول لي 14 سنه وبقول له ما انت عندك مصروفك، بيقول لها انا ما بشتريش بالحاجات التافهه دي، اشتريها انت. طب حلو قوي، طالما انت يا ابني الناس شايف ان هي مصروف، مش هصرفه في حاجات وانا مش هحط فلوسي في حاجات تافهه. بالظبط. فنقطه من اول السطر، شرط اساسي ان ابني ينزل يشتغل في مرحله المراهقه اي حاجه بسيطه، ياخد منها وليكن 20 30 جنيه في اليوم. ده انا بقول مثال ضعيف جدا. اوكي. الوقت اللي انت بتشتغل فيه في الصيف انت بتحوش للدراسه، هتجيب منها الحاجات اللي انت نفسك فيها في فتره الصيف او في الدراسه. صحيح. اسمها ايه؟ مستلزماتك الاساسيه انا بوفرها لك، اللي هي الاكل والشرب والمصاريف على التعليم. اوكي. والله ممكن اجيب لك طقم مثلا واحد كل شهر. انت بقى عندك تطلع، انا شفت شوز في رجل صاحبي او صاحبتي عايزاها، حبيبتي لسه جايبه شوز امبارح او الاسبوع اللي فات، خلاص حوشي وهاتيها اخر الشهر. يبقى انا بلجم فكره سقف التوقعات اللي هم رايحين بيه وما بيقفش. يا ريت الناس تسمع قوي دكتوره سهام بتقول ايه. والله العظيم الكلام ده مهم جدا جدا جدا، وفي ثقافه دول كبيره ودول متحضره. صحيح. بيربوا اولادهم بالطريقه. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، شخصيتهم لما يطلع بيشتغل من صغره بيطلع راجل متحمل مسؤوليه ويحس بقيمه القرش، خليه ينزل معاك يشتري حاجه البيت عشان يعرف هيشوف بقى وهيفلتر الحاجه التافهه من اللي مش تافهه. اوكي. حاجه كمان، في الناس عايزه تكملي اجابه حضرتك، انا اسفه ان انا بقطعك، عن تنظيم الوقت مع وجود طفل تاني. أوكي. بالنسبه للطفله اللي هي عندها 5 سنوات، مدام ياسمين ما تنسيهاش. لا لا، هجاوبك والله، انا فاكره فكرتك بسؤالك. لا، النقطه هنا كمان في استثمار الفلوس، اللي هي نقطه ان انا عارف قيمه الشيء، وفي نفس الوقت الامهات تعملي ازاي. طب افرض يشتغل في فتره الصيف وجي في الدراسه وقال لي طب انا ادرس ليه، ما انا في فلوس دخلت لي. اوكي. فيبدا ان انا ما اعملش الموازنه دي. لا، هو شرط اساسي ان الشغل في فتره الصيف بس. اتفق مع المكان اللي هو بينزل يشتغل فيه او مع المشروع فيه. حبايبي كده عيال صغيرين، يعني شباب كده صغنن 14 15 سنه، جمعوا من بعض وعمل مشروع. المشروع ده يتوقف في اخر شهر 8، لان انت هتجهز نفسك في بدايه شهر سبتمبر. أيوة. ازاي بقى اوفق ما بين طفلين؟ الطفلين لو اعمارهم متقاربه مع بعض، حضانه. لا، 5 سنين وسنه. الاثنين. انا بالنسبه لي السن اللي تحت الثمان سنين لو في عندي حضانه بتعملي سمر كورس او انشطه صيفيه او نوادي بتعمل انشطه صيفيه، احط الاثنين في المكان ده، خصوصا لو انا ست ما عنديش طاقه وما عنديش انشطه اقدر اعملها في البيت مع العيال. أيوة. فهم قاعدين في البيت بيعملوا معاكي ايه؟ انا دايما بسال الام كده، تقولي قدام التلفزيون. والله يعني السنه ده قاعد قدام التلفزيون، ده انا بعمله تاخر لغوي، ده انا بعمله مشاكل في التركيز والانتباه. يبقى ستوب، نزليهم حضانه. السنه ده هينزل حضانه يا سهام؟ بس مش هيقعد 8 ساعات، ممكن يقعد ساعتين. في ناس دكتوره سهام بيخافوا موضوع الحضانه ده في حاجه في سن صغير، بيقول لك بيجيب يرجع كل اسبوع عيان. يبقى اقعدي في البيت اعملي انشطه، وطول الوقت انت بتلاغيه وبتتكلمي معاه لحد ما الكبير يرجع. لا بس الحضانه ما بقتش مجرد لعب وبس. يعني عندنا ايه بتقول ابنها 9 سنين عنيد جدا وعنده عنف وبينسى اي حاجه تذاكرها له، بتعمل مجهود معاه في المذاكره مش طبيعي، بس مفيش تركيز خالص. طيب هنا هنعمل تيست صغير. اطلع بره دور المذاكره، لان دايما الامهات تقول لك ايه، ما ده حاجات تافهه. كي جي 1 وكي جي 2 انا اقعد اذاكر له واوفر حق المدرسين. ايه بقى اللي شغله في السن ده؟ يعني 9 سنين. يا روح قلبي، انا بصي الفكره كلها ان انا دلوقتي كأم ابني هيفضل طول الوقت شايفني ان انا بقلع برستيجي قدامك. نقطة الالتزام ونقطة تقعد واسمع الكلام مش هتلاقيها معاك. فبالتالي أطلع أنا من دور الدراسة وأخلي دوري أمومي
احتواء وحب وعاطفة وتوجيه وتربية والكلام الحلو اللطيف ده، والدراسة أوكلها لصاحب الشأن. ما تجيبوش الإهانة لنفسكم يعني. بتقولي أطلع كده يعني. لا. طب يعني إيه الاختبار بقى اللي يتعمل هنا في الشخصية؟ إن أنا أحط مدرسة ماشي تتولى مسؤولية إن تدرس ابني في العمر الصغير ده. لو الطفل المدرسة دي لسه بتشتكي منه إن هو ما عندوش تركيز وانتباه، بيطلعه روح المدرسة أصلاً. 9 سنين مش عمره صغير. ما ده مؤشر. والله مش صغير. ما ده مؤشر. بصي انا عشان اقول بقى. انا هو ما انا لسه هقول لك، انا عشان اقول ان الولد ده عنده مشكله في التركيز والانتباه او عنده فرط حركه اللي هو الاي دي اتش دي او اي دي دي، انا محتاجه مكانين يحكموا على الطفل ده نفس شكوى الام، البيت والمدرسه. يعني شكوى ثابته، الولد ما بيقعدش، الولد ما بيركزش وبينتبه، احنا في وادي وهو في وادي، ما بينقلش على البورد الحاجه اللي مطلوبه منه، رجع البيت خدت ايه مش فاكر، طب وريني اللينك او التشانل بوك مش كاتب فيه حاجه، فين اللي انت كتبته والميس مسح بسرعه. اروح اسال المدرسين عليه في المدرسه عامل معاكوا ايه، بيرغي ما بيقعدش الدنيا طول الوقت عايز يروح التويليت او بيطلع بره الكلاس كتير. يبقى انا عندي كده شواهد وادله بتقول ان الولد عنده مشكله، يبقى انا لازم اتوجه لمتخصص نفسي يساعدني في حلها. ولا البيت ولا المدرسه هيبقى دورهم اللي بيسعف الولد ان هو يخرجه بره التراب ده، بقى ما بقتش مشكله، ده بقى اضطراب محتاج ان انا انتبه لوجوده. طب السن الصغير زي اضطراب فرط الحركه بالظبط، السن الصغير زي ما مدام ايه بتسال دلوقتي، يبقى انا هعمل الاختبار البسيط ده، ان انا هشيل نفسي من المذاكره وهجيب مدرسه، المدرسه دي لسه بتشتكي وبتقول لا الولد ما بيقعدش، الولد ما بيركزش وبينتبه، خلاص شكرا يبقى عنده مشكله. طيب بالظبط. طب يا دكتور عايزه اسالك حاجه دلوقتي، حضرتك قلتي حاجات معينه ممكن نعملها في الصيف مع الاولاد. لو طلبت منك تقولي لي موديل كده، موديل مثلا للمراهقين وموديل للاطفال. أوكي. يتعمل في الاجازه. طيب خلينا نبدا بسم الله كده، انا ما عنديش مشكله خالص في فكره ان انا اكثف في الاجازه ان انا اعمل تحفيظ قران او اوديهم دور عباده سواء بقى مساجد او كنائس، انا مش ضد ده خالص. بس الفكره ان انا مش هدخله في دايره الالتزام اللي يخلي العيال تجيلي من مشاكل من وراها ان هم رافضين يقعدوا مع المشايخ او رافضين ينزلوا الكنايس علشان هو زهق. ايوه. عشان بقت اللي هو ايه، انا هسمع لك الجزء اللي انت لسه خارج من عندك الشيخ، فتلاقيه عيني الولد بقى عازف ومتضايق ان هو يقعد يحفظ قران. فبعد كده هو لبسه عفريت، هو ايه اللي جراله؟ لا، مع فكره الفرد الزايد والتخويف والترهيب بيخلي الولد يبعد عن فكره الحفظ. فانا بالطريقه انا هدخل حفظ القران او ان هو يروح اي دور عباده مسجد او كنيسه بيعملوا هناك انشطه بالترفيه، انت رايح عشان تقابل اصحابك، انت رايح في جزء من يومك، اولا دي عباده ربنا سبحانه وتعالى هتؤجر عليها وهتاخد حسنات ماشي، وده بقى هنا اللطافه واللذاذه. اوكي. ان انت ربنا بتتقرب ليه وبتعمل حاجه كويسه وده حق ربنا، احنا خلصناه خلاص. اوكي. في الجزء ده، الجزء الثاني ان انت بتعمل حاجات فيها تطوع، وانا هنا بقول يا ريت 3 شهور الصيف نحط عمل تطوعي للعيال الصغيرين والكبار المراهقين. ليه؟ العمل التطوعي بيحسسك ان انت عايشه وليكي هدف وليكي لازمه من الحياه. صحيح. خصوصا ان انت بتشوفي الناس اللي اقل منك فبتقدمي لهم مساعدات، سواء الاقل مننا الفقراء او المرضى. عشان نحمد ربنا على النعمه. صحيح. وهنا انا في حاجه في ده، علشان لما بروح مدرسه وبلاقي اختلاف المستويات حواليا العيال بتقولي اشمعنى؟ وانا عايزه انزل لهم بقى ده. فاحنا بنتعامل مع طبقات مختلفه وده الصح، ان ابني يكتسب خبره التعامل مع كل الطوائف اللي حواليه وكل الطبقات. اوكي. طيب الحاجه الثانيه بعد كده، احط زي ما انا قلت لك سواء للسن الصغير، انا ما عنديش جدول مختلف للسن الصغير والكبير. أيوة. لان المهارات هي انت بتشتغلي على مهارات عقليه، فالمهارات العقليه بتقول ان انا عندي جزء حركي اللي هي الرياضه، فالرياضه في عمر الاطفال وعمر المراهقين. تمام. ثاني حاجه المهارات المعرفيه، انت عندك حاجات كتير سواء حكوميه، عندك المكتبات العامه بتعمل انشطه صيفيه والمعرض الكتاب معرض الكتاب، عندك مثلا في متاحف بتعمل برضو الانشطه دي اللي هو متحف العلوم والمتحف اللي هو بتاع سوزان مبارك، كل الحاجات دي بتعمل انشطه تفيد التركيز والانتباه والمهارات الخاصه في معسكرات كمان. حلو. مهمه. في عندك الكشافه بتعمل برضو انشطه. والاكبر بقى اللي هم بيبقوا المراهقين، في حاجات حضرتك قلتيها تنفعهم بالزبط. بس هما برضو يعني هيبقوا بيأوحوكي لا مش عايز، لا مش هعمل كده، لا تعملي. أوكي. ايه بقى في حاله الرفض دي؟ حاله الرفض في مرحله المراهقه حقك وحقي. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ فهمني حاله الرفض. انا ما سمعتش حضرتك. حقك وحقي. حقك وحقي يعني انت طالب ايه دلوقتي؟ يعني انت ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز 1 2 3. حلو قوي. انا قدام اللي انت عايزه انا كمان عايزه. يا سلام. اوكي. يعني مثلا
انا ابني والله كبر خلاص ومش عايز التليفون ابو زراير الصغيره دي، عايز تليفون سكرين عشان هو شايف ان كل اصحابه معاه. خلاص انت عايز حقك اوكي، وانا عايزه حقي اللي هو انا هجيب التليفون، بس بشرط التليفون مش هتقضي عليه اكتر من ساعتين، التليفون مش هتنزل عليه اي ابلكيشن غير لما ترجع لي، مش هتنزل اي صوره ليك خاصه او ان انت تعمل تشيك ان انت في موجود في مكان معين، مفيش صور جوه البيت هتتاخد لان الله. دي انت بتخرج خصوصياتنا بره البيت. اوكي، اي محتوى غير لائق انا رافضاه، يعني اي تشانل على مثلا اليوتيوب او التيك توك انا في غنى عنها ومش موجوده في حساباتنا، عشان ما جاليش الامهات اللي تقول لي طب ما هي عايزه تعمل فيديو ترقص فيه، او الولد بقى سلوكه متغير وبيتكلم زي الفيديوهات اللي بيشوفها على التيك توك. لا لا لا، انا جايه بقول نقطعها من البدايه، انا مش لسه هخليه يجرب. بس دول يا دكتوره سهام بيشوفوا اصدقاء بره وبيشوفوا اصحاب وممكن يشوفوا على تليفوناتهم هم. بصي حقك وحقي في ايه، انت اللي ليك، ابني قاعد معايا في البيت اكتر من ان هو يكون متواجد بره، وانا هعمل هنا باسلوب فيه حزم وفي نفس الوقت صداقه اللي انا بعمله وانا في وسط الكلام قلت لك ايه، عشان دي خصوصياتنا وما ينفعش تطلع. صحيح. صح، يبقى انا بكلمك بعقل، المراهق لازم تقنعي عقل بعقل، ما تقولوش لا وتسكتي، لا وتسكتي هيروح يعمل ده من وراكي. صحيح. فبالتالي لو جه مين يقنعه ان هو يغلط زيه، لا بقول لك ايه، انا مقتنع باللي بقوله لك، انا مش هعمله. طيب. اوكي، وما قلتلناش على العيديه، جه مبلغ كبير من جده وجدته مش عارفه ايه وعمل الافات، يستثمره ازاي؟ اقدر اشاركه فيه ازاي؟ اقول له هستثمره لك ولا ماليش دعوه بالعاديه؟ طيب. بصي السن الصغير اللي هم تحت الثلاث سنين حبايبي الكتاكيت اللي هم بضحك عليهم بقول له هات ال 200 جنيه وخد مثلا اربع خمسات، هو معاه 20 جنيه. لا انا مش هعمل كده، ده من باب الامانه، دي اول صحيح. حاجه يعني في الاول وفي الاخر انت امه وحد امنك امانه ان دي لابنك. فانا مثلا اجيب له حاجه كاستثمار، يعني مثلا هي بنوته ممكن اجيب لها اي حاجه ذهب، هو ولد ممكن انا اعمل له دفتر توفير. اوكي، ويبقى هو عارف لما يكبر شويه ان دي فلوس احنا بنحوشها. تمام. طيب فوق الثلاث سنين مثلا لحد سن الثمان سنين او حتى لحد مرحله المراهقه، تاني الحاجه دي انت بتحوش منها عشان هتصرف. اوكي، مش انت كان نفسك صحيح في اللعبه الفلانيه، طيب احنا كده دلوقتي بقى انا معانا 500 جنيه وهي اللعبه بحوالي ب 1000 ونص، هكمل لك عليه. انا ممكن اوعي تعملي كده خالص، انا هقول هكمل قد ايه. ليه بقى؟ لان العيال ناصحه بتروح تصرف، ما انت هتكملي وما قلتيش الرقم اللي انت هتكملي بيه. هنكمل عليها. بالظبط. انا ممكن اساعدك ب 200 جنيه انت بقى ممكن تحوش الباقي، فبقى في هنا اعلان للمبلغ اللي انا هقدر اساعدك بيه، وبالتالي حوش الباقي عليه. دكتوره سهام احنا سعاده جدا ان كنت معانا النهارده، الوقت للاسف الحلو ده بيجري بسرعه. ميرسي ليكي. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا، ما تروحوش في حته، استنونا.